في الفيديو اللي فات نهار كامل وانا نصطاد بالقصبة، البحر ما كانش فيه برشا حوت، اما وقت الغروب وقت اللي بديت نحضر في دبشي باش نرجع للدار، المس هاج علينا وبدينا نطلعوا في الحوت على بعضه. على هذاك اليوم قررت نهبط للبحر وقت المغرب باش نبات في البحر ونعدي ليلة كاملة وانا نصطاد، ومن غدوة الصباح باش نعملوا رحلة غوص ونكتشفوا الكائنات البحرية اللي يعيشوا في المنطقة هذه. فيديو اليوم فيه برشا احداث وبرشا مفاجآت، على هذاك تأكدوا انكم تكملوه حتى للاخر. أي ما تنساش كاللايك ويلا بينا نبدأو في المغامرة متاعنا. وأحنا في الطريق متوجهين للمكان اللي باش نصطادوا فيه اليوم، شفت حاجة حديد طايحة في الشط. شفتوها هذه يا جماعة؟ أحنا نسميوها الدرينة، واللي ما يعرفشش معناها درينة هي فخ يستعملوه باش يصطادوا به الحوت. أما هذه اللي لقيتها مصدة وقديمة وظاهرة اللي البحارة لوحوها، ترهيجة خلي نثبتوا فيها، كانها تصلح تو نهزوها معانا نصطادوا بها. الصراحة هي مطبقة لكلها وزيد الحديد متاحها ظهر اللي قديم برشا، دوب ما تمس ويتفتفت، وكي زدت ثبتت لقيت فيها برشا ثقوب. بقيت نخمم زعما نهزها معايا وإلا ليه، وفي الأخر تفكرت اللي أنا عندي بكرة متاخيت في الساك أتو نحاول نصلحها بيه. على هذاك قررت نهزها معايا باش نحاول نصلحها غدوة الصباح وندخلها معايا وقت اللي باش نعمل رحلة الغوص. هو الصراحة أنا فاقد الأمل منها، أما مثالش خليني نصورها لكم ونوريكم كيفاش يستعملوها. الطرح مصيد اللي فات عملناه في المكان هذا، اما اليوم مانيش باش نقعد لهنا، باش نزيدو نقدمو القدام باش نباتو في بلاصة انا واحد من الناس عمري ما اصطدت فيها وعمري ما عمت فيها، على هذاك باش نكتشفها لأول مرة معاكم. بعد ساعة ونص من المشي اخيرا وصلنا للمكان اللي باش نقعدو فيه اليوم. ما نطولش عليكم ويلا بينا نحضروا الصنارة. كيما طلبتوا مني منو هكا باش نولي نخلي لكم شويه اصوات طبيعيه في الفيديو باش تحسوا رواحكم كاينكم معايا. الطعم اللي باش نستعملوه اليوم هي الكروفات، عمرت بها ورميت وما فماش دقيقتين ونشوف في الصناره تتحرك. يا ربي العمل عليك، تراهيجا نطلعوها. اهيا العروسه، بالرغم اللي هذه احسن بدايه ينجم يبدا بها اي صياد طرح مصيد متاعو، اما انا مانيش فرحان على خاطر الصناره كانت شاده زوز حوتات وشفتهم بعيني، حتى اصحابي شافوهم، اما وقت اللي وصلت للشط واحده منهم تسيبت وهربت. تي اي مش كاتبه، المهم المره هذه استفتحنا بالدوراد مش بالبينت كامبر. اوه يا وذني، تسمعوا بيها اكل مثل اذا جبت الكلب حضر له عشاه. والله شدني الضحك، مازلت كي قلت الحمد لله ما شديناش البينت تكمبر. يا اخي هاي دزت الباب ودخلت. الليل بدا يطيح ولازمنا نحطوا كعبة ستار لايت في الشافة متاع الصنارة باش وقت اللي تتشد فيها حوتة نشوفوها تتحرك. فيقي تعدي جبتني معاك. لازم يخطى في حطبة كبيرة من الأول، الفلام كبير باش شي لازمكم فورماسيون باش تشعل النار. جدي لقشة خفيف تطحي المشاكل كلها. أول شيء لازمني ندخل انا يعني مشعلة. لا
طلعت حوتة أخرى يا جماعة، وكيف كيف زادة بينتت كامبر. أوه يا أخي ما ترقدش يا بنت الناس، لاسقة فيا صباح وليل. أي تعرفش كيفاش باش نسكر الصنارة وما عادش باش نصطاد هكاهو. أتو نمشي نركش بحذا النار ونستنى الصباح لين يطلع. وانت اللي طيرت لي الكيف متاع المصيد، هاني باش ناكلك القلب متاعك. حطيت شويتها على النار من غير ما نظفتها زادة كيما هي. والله يا جماعة النار قدامك وصوت الموجة معاه يرتحوا الأعصاب على الأخر ويصفيولك مخك، تحس روحك في قمة السعادة متاعك. بالحق يا جماعة لازمكم تجربوه الإحساس هذا، والله عالمي. الشمس طلعت والصباح جاء، وتوا جاء الوقت للجزء الثاني من المغامرة متاعنا اليوم. أول حاجة رميت الصنارة متاعي، من بعد مشيت هزيت كدرينا باش نحاول نصلحها كيما قلت لكم في اول الفيديو، باش نستعمل الخيط هذا ونحاول نتبعها بشويه ونسكر الثقوب اللي موجودين فيها. وبعد مجهود كبير نجمت نسكر أغلبية الثقوب اللي لقيتهم، أما للأسف في الدرينة هذية فما عنصر مهم برشا لقيته مكسر فيها. نورمال مو في المدخل متاعها يكون فما حديدات يسكروا المدخل باش الطعم اللي في وسطها ما يخرجش لبرا، وزيد الحوت كي يدخل ما عادش ينجم يخرج الطعم. هاني لقيت له الحل ولقيت الشبكة هذية نجم نحطه فيها، أما قعدت المشكلة متاع الأسماك، يعني من غيرك الحديدات الأسماك باش تبقى داخلة خارجة تاكل وتخرج، يعني من شبه المستحيل كان باش نجمو نشدو بها حاجة اليوم. أما هذا ما يمنعش اللي احنا باش نجربوها. الطعم اللي باش نحطو في وسطها هو طرف خبز فضللنا من البارح، وزدت معاه الريوس متاع الكروفيت اللي صطادنا بها بالصنارة. نسكر الشبكة على الطعم بالطريقة هذه، من بعد نعلقوه في السقف متاع الدرينة باش نتأكدوا اللي هو يبقى لداخل وما تخرجوش الطيارات البحرية من الثقوب اللي موجودين فيها، وبهكا تكون المصيدة متاعنا حضرت. وجاء الوقت إننا ندخل ونحطوها في البحر. هزيتها وبديت نعوم بها بشوية باش الخبز اللي في وسطها ما يتفتفتش. بقيت داخل حتى لين شفت سرب متاع أسماك قاعد يدور لهنا، وقررت ننصب الفخ بحذاهم. وفي الشفة متاع الحبل اللي فيها ربطت الدبوزة بلاستيك باش نعرف بلاصتها وين بالضبط ومتضيعش عليا وقت اللي باش نرجع نتفقدها. وتوا نورمال مو كل شي مريقل نبعدوا عليها ونخليوها تصطاد في راحتها، على خاطر الأسماك بداوا يشموا في ريحة الخبز وبداوا يحوموا عليها. وتوا باش تبدأ الرحلة الاستكشافية اللي جيت للبحر على خاطرها. بديت نعوم وأنا متوجه للغريق الداخل، حتى لين لمحت حاجة موجودة في شق بين حجرتين. هو من البعيد يظهر كي الحجرة، أما الشكل متاعو بيزار وظاهرة اللي حاجة صانعينها العباد ماهيش طبيعية. أول ما هزيتها لاحظت اللي هي مصنوعة من الفخار، ومن شكلها ظاهرة اللي قديمة برشا وعندها مدة كبيرة لهنا، زعمة قلة. لا ما تشبهش للقلة جملة، تحسها كاس قديم وإلا حاجة كيما هكا. يا جماعة اللي عنده أي فكرة الحاجة هذية شنية يقولنا عليها في التعليقات. والحاجة اللي زادت بهتتني اللي منظرها مشوه ماهيش مكسرة، يعني تقولش عليها مطبقة رغم اللي هي مصنوعة من الفخار. كملت طريقي وأنا داخل الداخل وعيني تلوج يمين ويسار، حتى لين شفت سمكة قاعدة تغزر لي من تحت الحجرة. السمكة هذية هي سمكة المنان، أما فما حاجة بجنبها ما لاحظتهاش من الأول، كان مقربت لهنا على خاطرها متخفية وما تظهر الجملة، ومتأكد اللي 99% منكم ما شافوهاش. شفتوها كالحوتة اللي راقدة تحت الحجرة؟
أول ما تشوفها يمشي في بالك اللي هي سمكة البوكشاش. أما نحب نقول لكم راكم غالطين، على خاطر هذايا نوع يشبه له على الأخر ومعروف باسم الراسكاس. يا نسيم هاك طلعت ما تفهمش في الحوت. يا ولدي الراسكاس لونه أحمر نشوفوه في المرشي. ليه يا جماعة؟ هذاك اللون الأحمر ياخذه بعد ما يطلع من البحر، أما تحت الماء ما تشوفوش أحمر جملة، تشوفوا كيما البوكشاش. لهنا البحر بدا يغرق وبديت نشوف فيه حاجات قاعدين يتحركوا في القاع اللوطة. كي هبطلهم لقيت اللي هما أسماك صغيرة، أما شفت حاجة قدامي بين الحجر قاعدة تغزر لي بالسرقة وخايفة مني. يا أخي قررت نمشي لها ونصورها من القريب. هذوما الأسماك الصغار اللي شفتهم، أما اللي ما شفتوهش أنتم هو كعبة المرينة الصغيرة اللي متخبية تحت الحجر. وكفاقت اللي أنا ريتها سايه وقربت لها، قررت تخرج من بلاصتها وتمشي تبدل المخبأ متاحها، ومشيت دخلت تحت حجرة أكبر من اللي كانت متخبية تحتها قبل. السمكة هذيك صغيرة وما تمثلش خطر كبير، أما كي تعرضكم واحدة أكبر من هكا ردوا بالكم منها، راهي خطيرة برشا. كملت طريقي حتى لين وقفني مشهد غريب على الأخر، حجرة في قاع البحر وفيها ثقب دائري. الحاجة الغريبة اللي الثقب هذايا مستحيل يكون طبيعي، على خاطره محفور باحترافية كبيرة على الأخر، كينها آلة حفرته. يا جماعة راني عصرت مخي وملقيت حتى تفسير للحكاية هذه، وزيد المكان متاع الحجرة بعيد برشا على الشط باش تقولولي درا شكون دخلها، وظاهرة اللي قديمة برشا ومنبتة الحشيش فيها. دي حتى حاولت نهزها، الميزان متاحها كان ثقيل على الأخر وما حركتها من بلاصتها كان بالسيف، برغم اللي احنا تحت الماء والحاجات الثقيلة تنجم تهزها بسهولة، أما هذية بالحق كانت ثقيلة على الأخر. ما نكذبش عليكم يا جماعة، قد ما فكرت ملقيت حتى تفسير منطقي للحكاية. اللي عنده أي تفسير ينورنا به في التعليقات. خليتها وكملت طريقي حتى لين شفت سرب من أسماك الشلبة قاعدين يعوموا تحتي، أما فما سمكة بيناتهم قاعدة تحفر في الرمل. الحوتة هذية اسمها سانستين بريس، وأحنا لهنا نسميوها المنكوسة. تتغذى على القشريات ولا فقريات اللي موجودين في الرمل، على هذاك ديما تلقاوها تحفر بفمها في قاع البحر، وفي الأغلبية تعيش في أسراب قليل وين تشوفوها وحدها كيما هكا. بقيت واقف في بلاستي ونتفرج يمين ويسار نلقاش السرب متاحها بجنبي، أما شي ما فماش، الكعبة هذيك عايشة وحدها. برغم اللي أنا ماشي وندخل للداخل، أما حسيت البحر الغرق متاعه ماشي وينقص. وفي الطريق جاي قدامي المخلوق المزيان هذا، قنديل البحر هذا حكيت لكم عليها قبل، وقلت لكم راو ما يعمل شي ويصفي البحر، وكيف يعرضكم ما تخرجوهش وتقتلوه. هذا يعتبر واحد من أجمل قناديل البحر في بحوراتنا. شوفوا يا جماعة، هذا هي أكبر دليل اللي هو ما يعمل حتى شيء. شوفوا فما سمكة متخبية في وسطه، لو كان جا عنده سم ويلسع عمرها ما تقرب منه حتى سمكة. عاملته كيل كرهبة، هي راقدة وهو يعوم بها من بلاصة لبلاصة. قنديل البحر هذا اسمه فريت إيج جيلي فيش، أو قنديل البيضة المقلية، واسمه العلمي هو كوتولوريزا تيبيركولاتا، وهو يعتبر واحد من أجمل قناديل البحر في بحوراتنا. خليته ومشيت وكملت طريقي، ولهنا جاء قدامي ولد عمو قنديل بحر، أما هذايا من نوع آخر. باش نعمل لكم اختبار صغير يا جماعة، مانيش باش نقول لكم على اسمه، أهوك اللي تفرج في الفيديو هذا تو يعرفوا وحده ويكتب اسمه في التعليقات. الحاسيلو القنديل هذايا يكبر أكثر من اللي قبله في الحجم، وكيف كيف ما يمثلش خطر على البشر جملة، على هذاك كي تشوفوه ما تتفجعوش وتدخلوا بعضكم، راهو مش معناها اللي هو كبير يعني هو سام. أغلب القناديل السامة اللي موجودة في بحوراتنا ما تنجمش تشوفهم بالعين المجردة، يكونوا صغار على الأخر. لهنا شفت قرنيطة قاعدة تشوف فيا، هبطلها باش نصورها، أما أنا دوب ما قربت وهي دخلت في الحفرة متاحها لداخل. شفتوه بيت الأخطبوط يا جماعة كيفاش يكون؟ تكون حفرة وداير بيها قدام حجر صغير. إجا نقلقوها شوية نخرجوها من دارها باش نصوروها من بعد تو نسيبوها. وهذه هي الحشامة اللي ما حبتش تظهر في الكاميرا ودخلت لدارها تجري. هي صحيت هكاكا، اعمل لنا شويه فازات باش نزينوا بيك الفيديو، من بعد تو نسيبوك تمشي على روحك، ما انا باش نعملوا لك حتى شيء. لهناك عرفت روحها اللي ما تنجمش تهرب، قررت تهجم على الكاميرا وتلصق فيها.
وأنا كي حبيت نبعدها خليت الميجاسات متاحها باقي لاسقين في البلارة القدامية. وما تخافوش يا جماعة، راو الأخطبوط عنده القدرة أنه يجدد الأطراف متاعه. وتوا بنروح، يزي قلقت منك. يعطيها الصحة، قامت بالواجب متاحها وعملت لنا استعراض مزيان، أما مسخت لي الكاميرا. وتوا يلا خلي نمشي ونكمل الجولة متاعنا. لهنا لمحت سمكة غريبة برشا واقفة في بلاصتها تقولش عليها ميتة. قررت نهبط لها باش نثبت شنية حكايتها. وكي قربت لها عرفت اللي هي سمكة الستار جازر، صاحبة لقب أبشع سمكة في العالم. ويا جماعة راو اللقب هذايا مش أنا طلعته عليها، هما يسميوها هكاكة، يسميوها أقبح سمكة في العالم، The ugliest fish in the world. الحوتة هذه قليل وين تشوفها، على خطرها في أغلب الأوقات تكون دافنة روحها في الرمل. ها شوفوا على عينيكم، مازلت نحكي. شوفوا كيفاش تدفن في روحها، ما تخلي كان عينيها وفمها أكا هو اللي ظاهرين. والحاجة هذه تعملها لزوز أسباب. السبب الأول باش تتخبى من الأسماك المفترسة والأعداء متاحها، والسبب الثاني باش تصطاد الفريسة متاحها. تبقى دافنة روحها هكاكة في الرمل وتستنى حتى لين تتعدى سمكة صغيرة من فوقها، وبسرعة كبيرة تنجز من بلاصتها وتلتهمها. حاجة أخرى، ردوا بالكم منها، راو عندها شوكة مسمامة في ظهرها. ولهنا حسيت روحي تعبت وقررت نرجع ونشد طريق الخروج. أما وأنا خارج وقفني مشهد آخر غريب تحت الحجرة هذه. هبطت باش نشوف شنية الحاجة اللي شفتها، وكي خرجتها من بلاصتها لقيت اللي هي دبوزة بلاستيك. شوفوا يا جماعة البلاستيك قداش خايب في البحر، على هذاك نقولكم ما تطيشوهش. اللي رميت دبوزة هذية في البحر نأكد لكم اللي هو مية تو، على خطر قارورة في الحالة هذية أكيد عندها أكثر من 100 سنة وهي طايحة في القاع لهنا، لين الطبيعة استحوذت عليها وحطت الديكور متاحها فوقها. يا جماعة يعيشكم، ما عادش ترميوا الأوساخ في البحر، خاصة البلاستيك، على خطر أنت تموت وتفنى والأوساخ متاعك تقعد من بعدك، على خطر ما فماش بكتيريا تنجم تفكك البلاستيك في البحر. رجاء نحافظوا على نظافة بحوراتنا باش نخليوهم للأجيال اللي جايين بعدنا. وتوا جي الوقت إن نرجعوا لكد درينا ونتفقدوها شنو عملت. أنا من هنا قاعد نشوف اللي فما حركة بحذاها، أما أسماك صغار. ترهيجة خلي نزيدوا نقرب ونشوفوا. فما مجموعة من أسماك الديبلوديوس فيولغاريس قاعدين يعوموا حذاها، هذه جات باش تدخل من بعد ما ظهر الهاش وخرجت. وكي درت باش نثبت شنو موجود في وسطها شفت اللي فما أسماك قاعدين يأكلوا لداخل. أي حاجة باهية، هذا يدل اللي الأسماك ما خافوش منها ودخلوا في وسطها. لهنا حبيت نهزها فوق الماء باش نحصر كل الحوتات اللي في وسطها ونشدهم، اما فما واحده منهم هربت وخرجت من ثقب موجود في الجنب. اي مش مشكل، قعدت واحده اخرى محصوره ميسالش. شوفوا يا جماعه قاعده تحاول تلوش في الثقب باش تخرج منه، ان شاء الله ما ترهش يا جماعه ونطلعها فوق الماء قبل ما تهرب. اما انا مازلت ما كملت جملتي وهي هربت بعدها. سيء شيء قلت لكم يا جماعه، صعيب برشا كان باش نشدوا بها الحوت هذه، كان جات البومة فيها خير ما يخلفوها الصيادة. أي خلي نخرجوها ونرجعوها وين لقيناها. دوب ما خرجت مشيت باش نطلع عكس النار اللي رميتها قبل ما نهبط نعوم. أها هاي فيها حوتة يا جماعة، شوف عكس النار قداش قعدت مرمية وأنا قداش قعدت نعوم لداخل، وكل حوتة ما تسيبتش وهربت. كي تبدأ حاجة كاتبتلك زايد باش تكسر راسك راو. والسمكة هذه باش تكون الأخرى في الفيديو متاعنا اليوم، ونقفلوا بها الفيديو. وبهكا نكون وصلنا لنهاية الرحلة متاعنا اليوم. أنا توا اللي علي عملته، مازالت المهمة متاعك تو إنك تحط لايك قبل ما تخرج وتشترك في القناة كان مكش مشترك. وهكاكا نمشي والناس الكل مريقلين، وتوا باي باي.